صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. صبحي جديده بتطلع علينا حامله مواضيع كثيره، بتامل كمان يكون نهاركم حامل كل الخير. اليوم رح نحكي عن مواضيع كثيره مثل العاده مع الزملاء اللي حضروا فقراتهم، اما نحن كمان رح نكون مع الاختصاصيين يلي بيعطونا البعض من خبرتهم، البعض من التساؤلات يلي بيكون عنا اياها بلكي يقدروا يجيبونا عليها. من اليوم التغيرات الحياتيه يلي بتصير معنا واللي لابد منها، لانه الوقت بيتغير، الاشياء يعني ممكن تتبدل مع الوقت، ونحن بنكون معودين بلكي على روتين معين ومعلقين باشياء معينه بلكي منيحه لنا بلكي مش منيحه، ولكن بنبقى معلقين فيها. كيف نقدر نتأقلم مع التغيرات يلي ممكن تتأتى بحياتنا، موضوع كتير مهم اليوم تابعونا فيه، بالإضافة لكتير من الفقرات العديدة والمنوعة واللي مديها بعد لحظات مع أوتوفوكس.